خلونا بقى نطمن على الأوضاع في الأسكندرية، وخصوصا ان امبارح كان في حالة جديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. معنا على التليفون اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالأسكندرية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا سيدي المشاهدين جميعا. طمنا على الوضع هناك في الأسكندرية الآن والطقس، وخاصة هل في أمطار بنسبة غزيرة مقارنة بالأمس ولا لا؟ لا طبعا، امبارح كانت امطار غزيره جدا زي ما قلت لحضرتك كده، بدات من ليله الاحد وطول اليوم امطار غزيره ومتوسطه على جميع الاحياء في الاسكندريه. يمكن الليله دي بقى ولعند دلوقتي امطار خفيفه ومتوسطه الحمد لله، وبنسبه اقل من امبارح، ويعني الحمد لله الامور كويسه في الاسكندريه كلها الحمد لله. طيب، كان يعني حضرتك بالامس قلت في تم الدفع بعدد من السيارات في الطريق الصحراوي والطريق الساحلي علشان سحب اي كميات متراكمه من المياه الامطار، هل بالفعل ما زالت متواجده اليوم؟ حضرتك يا زينة، احنا من بدايه اليوم السبت احنا كل عربياتنا ومعداتنا اللي هي البدلات يعني اللي هي برضه تسحب الميه الامطار تواجده في مواقعها. يعني احنا حاطين حوالي اكثر من 180 سياره ومعده موجودين على مستوى الاسكندريه في الاماكن اللي متوقع تجمع فيها ميه المطر، بحيث ان احنا اول باول بنرفع ميه المطر دي. يمكن برضو امبارح زي ما هي تعصيك كده بتبلغ حضراتكم كده ان كان برضو البحر كان عالي، ان ظهرت ميه البحر برضو في منطقه المكس في العجمي، وبرضو بين ارتفاع الامواج كان 5 أمتار تطلع ميه البحر على بره على الشط يعني. انما يعني الحمد لله الامور كويسه في الاسكندريه كلها بفضل الله. يعني اليوم الشوارع تماما خاليه من مياه الامطار وبيتم الحركه المريه فيها بشكل انسيابي. الحمد لله السيوله المريه تمام الحمد لله في كل مناطق وشوارع ومدينه الاسكندريه الحمد لله كلها في كل خير الحمد لله. هل ما زال في تنسيق ما بين حضراتكم وهيئه الارصاد الجويه بشكل يومي او على مدار الفتره القادمه كمان لمتابعه الاحوال الجويه علشان يكون في استعداد لمواجهه الامطار؟ زي ما قلت لحضرتك برضو للسادة هيئة الأرصاد سيادة اللواء هشام والدكتور أيمن شاكر المسؤول عن اسكندرية متابعينا على طول على مدار السنة واليوم والساعة. يمكن حتى لو في أي توقعات باحتمالات تغير في الأحوال الجوية نتيجة انخفاض الضغط أو زيادته بيبعتوا لنا على طول على اتصال بينا وبيبعتوا لنا على طول كل الأخبار بتاعة الأرصاد الجوية. هل بالامس كان في اماكن، يمكن حضرتك تحدثت عن الماكس اللي ارتفاع الامواج كان فيها شديد، لكن في اماكن ثانيه في الاسكندريه كان في تراكم شديد للمياه الامطار وتم السيطره عليه؟ لا، هو زي ما قلت لحضرتك كده عشان طبعا احنا ما زلنا في الاسكندريه بننفذ خطه الدوله، يعني بدانا الحمد لله نعمل شبكه الفصل بها الامطار السنه اللي فاتت والسنه دي بنكمل في الخطه الحمد لله. الدوله مدعمانا تماما في هذا الاتجاه. يمكن معظم الاماكن اللي اتعمل فيها فصل من الامطار الحمد لله ما حصلش فيها اي مشاكل الحمد لله. بعض الاماكن طبعا بيبقى فيها صرف صحي، الشبكه مشتركه فيها ميه صرف صحي، بيجي لها ميه الامطار بتجمع الميه شويه. فعشان كده قلت لحضرتك احنا مركزين اكثر من 180 سياره ومعده في الاماكن اللي ممكن تجمع ونتعامل معها على طول. يعني الحمد لله يمكن البلاغات كلها اللي كانت بتيجي خلال وقت صغير 5 دقائق 10 دقائق الميه اللي اتجمعت بتترفع، والحمد لله ما فيش اي تاثير على الحركه المروريه في الاسكندريه الحمد لله. اخيرا عايزه برضو من حضرتك تقول لنا مره ثانيه الخط الساخن ل يعني ارسال الشكاوى عليه الخاص بشركه الصرف الصحي بالاسكندريه. احنا زي ما قلت لحضرتك كده احنا شركه الصرف الصحي اسكندريه، الخط الساخن بتاعنا 175 ده في الاسكندريه، ونفس الكلام في القاهره. طيب. شركه صرف صحي القاهره 175، باقي شركات الميه على مستوى جميع محافظات الجمهوريه 125. أنا بشكر شكاوي سواء من الموبايل أو من الخط اللي فوق الأرض. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على المجهود الكبير اللي قمتوا بيه بالأمس، خاصة إن احنا لم نسمع عن وجود تراكم للمياه أو أي أزمة في الإسكندرية بالأمس عن تراكم المياه في عدد من الشوارع.